الفنان اللي أركوس كرم، سلام عليكم. سلام عليك يا ميسة، يا عيني عليك والله. أهلا بيك. كيف صحة؟ أهلا بيك. شو عم تصور والله؟ أهلا وسهلا. أهلا عيوني. أنت ضفنا في برنامج أحلى نغم دلوقتي. أحلى نغم والله. أهلا بيك. وأحلى مذيع وأحلى معد وأحلى مخرج. أهلا بيك. الفنان إلياس كرم، قل لي هناك فرق بين الشك والظن؟ الشك والظن يعني هن نفس الشيء تقريبا. اثنينهم مش مناح، مو كويسين يعني. اثنينهم واحد يشك بالثاني مو كويس، يعني مش قدر قليل من الظن مثلا. والله حسب بقى، حسب المتعاملين مع بعض بقى. اذا كانوا متعاملين مع في بيناتهم ظنون وشكوك، خلي شكوا ببعض. بس طالما بيعزوا بعض او بيحبوا بعض او شيء، ما مش مفروض يكون في شك او ظن. عمرك ما يعني ما شكيت في محيطين بيك او اسأت الظن في احد؟ لا ما اسأت الظن، انا قلبي طيب وشايل ايه قلبي بكفي وبحب كل العالم، بحب العالم يحبوني كمان، وما بشك بحدا. لا، اللي بيظن دائما ظن السوء بالاخرين وبيشك فيهم بشكل مستمر، دول بتتعامل معهم ازاي؟ ولا تفرق معي، ولا بسأل عليهم، ولا بسأل عليهم. هذول بيظنوا المعروفين على كل، شوفي الشكاكين والزامنين بيبينوا رأسا على وشهم، بيبينوا ازاي؟ الله وكيل، بيبينوا من نفسيتهم، من حكيهم، من تعاملهم معك، من نظرتهم إليك. أنا بشوفهم، أنا بحس فيهم. انا بعرفهم، انا ده بالحاسه السادسه بقى. انا مثلا مش عينيه واسعه ولا عينيه ضيقه، مش لا 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 هذا الظن والشك ما له بالطول ولا له بالعرض. بس يبينوا، هم يبينوا على حالهم. بيشوف في كثيرين، نحن شغلتنا على طول فيها شك وفيها ظن وفيها حسد وفيها كل شيء. اذا بدنا نطلع على فلان وفلان، معناتها ما اشتغلنا شيء ولا ابدعنا ولا عملنا شيء، بس قاعدين نراقب هذا كيف شك فينا، وهذا كيف عم بيظن فينا، وهذا عم يحسدنا. فلذلك خليهم لحالهم، هذول نسيبهم لحالهم. طبعا ده علاجهم يعني. احسن شيء. الفنان اللي اشكرم قال لنا دلوقتي علاجهم نتركهم لحالهم، خليهم يظنوا. كل واحد ماشي بطريقه. يا ليلي يا ليلي لعيونها ضحكاتها وغنجاتها وروحاتها وجياتها. أنا صرت أعرف عالدرج دعساتها ولون كحلتها وعدد شعراتها. وشوفي قطب وزرار ببلوزاتها، وشوفي سفر من عنقها لحلقاتها،
لو لبسوها من لبس خياتها ولو عطروها من عطر جاراتها وعصبوا عيوني بشال من شالاتها وخفيوا علي صوتها وهمساتها ولو مرقوا أبين 16 قمر أنا بوقف بدلن عليها ذاتها. رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر بحبك تكوني ريشتي وكون الوطن وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر وبحبك تكوني رحلتي وكون السفر وبحبك تكوني خمرتي وكون السكر لكن إذا يوم عبالك خطر تكوني أمر من طال إلا بالنظر رح انجبر أعمل زنودي غيمتين ولفك مثل ما الغيم بيلف القمر يا